أرامل وأيتام سوريون بلا مأوى في بر الياس اللبنانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم متابعينا الكرام. وردنا الآن منذ لحظات خبر بيقول يقيم اللاجئون السوريون في العراء في منطقة بر الياس اللبنانية بعد إجبارهم على إخلاء مخيمهم الذي يحمل اسم 02 أمس الثلاثاء. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن المخيم صغير ويتألف من خيم تقطنها عائلة واحدة معظمهم أرامل وأيتام أجبروا على هدم مخيمهم بعد تقسيم الأرض بين أصحابها، وأصبحت أرض المخيم لمالك جديد من أصحاب الأرض. وأضاف أن المالك الجديد للأرض يريد استثمار أرضه، لذلك تم هدم المخيم. وأشار إلى اللاجئين تواصلوا مع عدة جهات للحصول على إذن لنقل الخيم إلى أرض ثانية يملكها صاحب الأرض القديم الذي كان يأويهم في الأرض القديمة دون أي مقابل مادي طول السنين الماضية، لكنهم لم يحصلوا على الموافقة من المحافظة. وأوضح أن اللاجئين عملوا سابقا في الأرض الزراعية في سهل بر الياس، وقدم لهم صاحب الأرض المسكن والكفالة لبعضهم، ويحاول اللاجئون على الحصول على الموافقة من محافظة الإبقاع الأوسط، كما أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة دون جدوى. وفي آب الماضي أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية خطة لاستجابة الطارئة للبنان بهدف تقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة إلى 1,100,000 شخص من اللبنانيين واللاجئين المتضررين من الأزمة. وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 865,331 لاجئ، بينما يقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين فعليا على الأراضي اللبنانية 1.5 مليون لاجئ، بينهم 600,000 سوري يعيشون في المخيم في نحو 2,800 شخص تجمعه مخيمات عشوائية. كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام، تحياتي لكم، نتمنى منكم لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واللي عم يتابعنا عبر تيك توك أو لايكي بتمنى منكم تضغطوا على أيقونة صفحتنا الرئيسية رح يطلع لكم أيقونة اليوتيوب، حولوا على اليوتيوب وتابعونا على اليوتيوب. تحياتي لكم، السلام عليكم.